جلاد معنا اتصال. الو 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 الو، مساء الله بالخير. يا هلا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. داقين بيجر قبل الغزو واحنا تونا نشوفه، يعني تكلمينا ولا مو فاضيه؟ سوري، انت مين معايا؟ غاده. اي نعم. انت لبنانيه ولا مصريه غاده؟ ترى احنا ضيعنا معك. لا، سورية. سوري. أو يا الله. طيب طيب الشام. طيب غادة، هلا انت عم بتشوفينا بالتلفزيون ولا مش جنب التلفزيون؟ لا، انا قاعد قدام التلفزيون بس مع صوتين. بس هلا انت يعني، طيب ما هو انا واسرار جنبي، يعني لازم احنا الاثنين نحكي. هلا انت عم بتشوفيني غادة؟ اوكي. اي نعم غادة، شايفتك. معي ولا مش معي انت؟ لا، معك. معي. طب يلا صحصحيني صح عشان تفوزي صح. اوكي. اي نعم. يلا غدا، سؤالك. نعم. بحكي مين صاحب الشخصيه اللي بقول انا الا اقول لها الكلمه؟ شكلين ما بحكي ويا بطل. مين؟ ابو عنتر. زين، ما شاء الله عليك. هذا صدق ابو عنتر هذا؟ غدا. غدا. نعم. انا اليوم كنت بصالون لمود. ولو عرفتك. انزين. وعلمتني واحده مغربيه اسمها فاطمه. اوكي، سوري صار في ضرب طارئ. علمتني واحده مغربيه اسمها فاطمه كلمه، اذا قلتها لك وقلتي لي اياها بالعربي يعني بالخليجي يعني شنو معناتها او بالسوري، راح افوزك معي 50 دينار. اوكي. كوبيده ديالي. سوري، كبيده ديالي. كبيده. كبيده ديالي. كبيده ديالي. هي يا تعالي. بالكويتي صعب عليكي. تعالي قربي. لا، كبيده ديالي. كبيده ديالي مو تعالي. شوفي، تعالي بالمغربي يعني اجي. اجي اجي. تعالي. الحين نقول تعالي يعني تعالي. لا لا، هي قالت كبيده ديالي. كبيده ديالي يعني انت شلون الواحد لما يقول انت قلبي يا بعد شبدي، يعني يا بعد شبدي. هي شي كبيده ديالي يا بعد شبدي. اسالها سؤال لان هي فايزه. فايزه خلاص. يلا اعطيها جائزه. اعطيها جائزه من عندك. غاده. يلا. نعم. سمعي جائزتك. تبين تسمعين جائزتك؟ سوري، ودش تسمعين جائزتك؟ ايه. يلا شنو بخاطر الجائزه؟ يلا شنو بخاطر الجائزه؟ غادة قاعد تسمعيني ولا نمتي؟ انتوا حلوين، انتوا كريمين عشان تصير. انت الحلوه حياتي. طبعا انت اكيد دازه ويانا، دازت لنا مسجات وايد وانت داشه بالتوب اس ام اس، عشان كذي انا ما راح اسالك سؤال، راح افوزك حق العيال 50 دينار كاش زائد كوبون بنت بول 3 شهور بقيمه 50 دينار زائد 5 كوبونات خصم العاب بنت بول. والف مبروك عليك يا غادة، الجائزه تستاهلين. واحلى تحيه حق اهل سوريا واهل الشام. تسلم. الله حبيبتي. سمعونا اغنية رقصونا. يلا. مايكل جاكسون هذا اللي كذي وما شاء الله. لا لا، هذه مات مايكل جاكسون بعدين وتكسر الاستديو ونطق. نقول الو. نقول الو لان هي اخذت اتصالي طبعا. اسرار فوزتها، فانا راح اخذ اتصالها طبعا. تاخذ اتصالي وجائزتها. الجائزه عندي. اي جائزه عندي ولا عندك؟ عندي. لان عندك بعد؟ عندي انا. اي اي عندك. ألو. عندك. الو. الو. السلام عليكم. سلام الرحمه. شلونكم؟ هلا والله. منو معاي؟ معك فيصل. هلا فيصل. فيصل. فيصل ابراهيم صديقنا الصدوق. حبيبي فيصل. فيصل شلونك؟ تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ فيصل انت ما عندك شغل غيرنا؟ فيصل انت الظاهر ما عندك برنامج غير برنامج نافيجيشن جلاد واسرار، مو كذي؟ فيصل انت كذي حياتك جابلنا يعني ما تمل؟ كان ما شاركت ببرنامجكم. الله الله عليك. الله عليك. الله عليك. مغازي شو اخبارك؟ والله تمام ان شاء الله. طيب كيفكم وش اخباركم؟ مصحصح لي صح عشان تفوز صح؟ والله ان شاء الله. يعني اذا سالتك راح تجاوب؟ ان شاء الله. ومصحصح؟ ان شاء الله. انزين. انا احب اقول حق اسرار انت انا احب اقول حق اسرار انت وعدتيني انك تفوزيني. انا وعدتك ان انت تفوز؟ انت وعدتيني يفوز. الساعة كم؟ لحظة خليني اتذكر. الساعة كم وعدتك؟ أمس. الساعة كم أمس؟ لحظة لحظة لحظة، أنا بقول شغلة، أنا بقول شغلة. أنا راح أسألك، اسمع، أنا راح أسألك سؤال. هلا. والله راح أفوزك. لأن انت ما راح تخسر. والله انت ما تخسر. انت شنو قلت؟ انت قلت تبي تشتري شنو؟ ايباد. واحنا راح نخليك تشتري الايباد. افو عليك، دام ان احنا للحين ما وصلنا الايباد احنا راح نخليك تشتري الايباد. شوف يعني احنا شوف زقرتيه، يعني احنا نوفر لك المبلغ عشان تشتري عشان الايباد. عشان تشتري لك الايباد. خلاص انا وعدتك. بس وعيب على الرجال يكسرون كلمتهم. الله. وانا رجال. وهلا هلا. هلا هلا. فيصل خليني اسالك سؤالي وجاوب معاي
وعشان يعني تكون انت يعني من المشاركين الطيبين اللي راح يفوزون معنا. سؤالك حبيبي يقول: شارع محمد ثنيان، شارع محمد اقبال، شارع سقيف. بس عيد اياهم. شارع محمد ثنيان. السلام عليكم، شلونك؟ وشارع شلونك؟ الله عليك يا ابو غازي، حلو حلو حلو، جاوب. زين، شارع محمد اقبال. اقبال. حيل. ها؟ وين؟ حيل. الله عليك يا ابو غازي. وشارع سقيف وين؟ ولا تسمع؟ هذا انا ما اعتقد اذا ما خاب ظني حولي. الله عليك الله عليك يا ابو غازي، سمعوني فيا ورقصني يا جماعه. اول نتصل الله يا ابو غازي. الله 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 فيصل. الله 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 فيصل، شو المويه اللي عندك؟ سمعنا سمعنا الصيحه اللي عندك، سمعنا الصيحه. اسمع صوت، يلا عاشا وخلنا نرقص. سمعنا الصيحه يا ابو غازي. ان شاء الله ان شاء الله. يلا ها. اسرار حلوه. الله. جلاد حلوه. الله. ايوه انا فايز. الله. ايوه فايز. لا تحسني بالرابطه كامله. ايوه حلو حلو حلو. ابو غازي ترى اول متسابق يدل للشوارع، والله جد ما غششنا. ما شاء الله عليك. لي ليش والله؟ اي والله لي ليش. هذا يباب 2012 اللي ما لهم خلق. بغازي خيي فيصل. هلا والله. تسمع جائزتك الحين؟ يلا. ولا خليها بعدين؟ على راحتك. لا خليها الحين. يلا بغازي قلبي، مبروك، الف الف مبروك. 50 دينار كاش زائد بنت بول 3 اشهر بقيمه 50 دينار زائد 5 كبونات خصم العاب بنت بول، ومبروك. تدري ايش كثر باجي لك عشان نعرف؟ كبيده كبيده ديالي. ها كبيده ديالي. قول لي ايش كثر باجي لك كذي عشان نعرف تشتري الايباد مالك؟ كم بعد تبي؟ كم 50؟ ها؟ شنو بعد؟ فلوسنا فلسنا. ها؟ قرب قرب. شنو؟ قربه قربه قربه. اوكي اوكي قربه. انت اشتريتها ولا الف الف مبروك لك يا ابو غازي، وشارك ويانا اكثر وطرش مسجات عشان نستقبلك. اقول حق روح سلامات وما تشوفين شر. اقول حق منو؟ ما اسمع فيصل. هلا والله فيصل. ايه فيصل ما اسمع شو تقول؟ اقول حق امي سلامات وما تشوفين شر. ايه ما تشوف شر امك. ما تشوف شر. ما تشوفين شر يا الغاليه يا الغاليه يا ام فيصل. ونقول لك كبيده ديالي، يعني ابعد شبدي بالمغربي، وانا علقت على هالكلمه وشوفكم مني. كبيده معنا اتصال. يلا خلينا نقول الو. معنا اتصال. الو 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 الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ والله الحمد لله. مشيب شو اخبارك؟ شو الاخبار مشيب؟ شلون دنياك الحب؟ تمام. انصح صح لنا صح عشان تفوز صح يا ابو شيب. نسكافين نسكافين مو محمد. ايدي تروحك، لازم تفوز يا ابو شيب، لازم تفوز، لان اسرار انا ادري فيها كلها في يعني يا حبها حق النحاسه، ما تحب تفوز الشباب، ما ادري ليش. احمد انت قاعد تتابعنا يعني كل يوم، لازم لازم تفوز لازم تفوز. احمد انت اول مره تشوفنا ولا كل يوم تشوفنا؟ كل يوم اشوفكم. بذمتك انا نحيسه؟ ها شنك سكت؟ شنك ايه؟ لا سالفه كذي يعني؟ ها لا لا. انا نحيسه ها؟ لا لا ابو شاب مو نحيسه، اسرار مو نحيسه. طيبه. سؤال عندي. طيبه 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 اسرار طيبه. بس بقى السؤال عندي والجائزه عندي. فحسن العلاقات بينا علشان نبقى اصحاب وافوزك. ماشي؟ ماشي. اوكي قول عن محمد نحيس. لا تغش مال. اوكي اول شيء احمد بوشهيب وين بيتكم؟ بمبارك كبير. الله عليك بوشهيب، زهب نفسك، احنا جايين الحين انا واسرار عشان شو اسمه نزوركم. يلا جايين. يلا بوشهيب سؤالي يقول لك كم قطعه في خيطان؟ كم قطعه في خيطان؟ ايه حلو خاتمي؟ اتوقع اللاعب دائما المهاجم ياخذ تيشيرت فيه رقم 10 يعني. الله عليك الله عليك الله عليك. رقصونا يا اخي رقصونا. قاعد اوريك خاتمي يعني. من زعل القمر وعدتك تغيب واحنا نص الشهر، زعلانه صالح روحي تصفحها
هلا ابو سيد. تعال تعال عند اسرار، روح عند اسرار، روح تعال عندي عندي عندي. يلا مني سايب العيديه. شوف انا العيديه اللي عندي يعني سوري بس خلصت اوكي، بس راح افوزك جائزه حلوه، واوعدك اذا دزيت مسجات وايد راح تفوز معنا 50 نفس ما فيصل ابراهيم فقع يفوز معنا ترى تقريبا يوم وترك 50 يعني ترى 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 على فكره يعني هذا هذا بالذات يعني بالذات عندنا شوف يعني عيال فايز وفيصل ابراهيم ومن بعد عندنا عندنا بيت فايز اللي هم رضا وليالي وفضل الله طبعا كل التحيه لهم لان مشاركينا كلهم صاروا ربعي وطبعا مشترك حسين مشترك حسين ابو علي وعندنا فيصل ابراهيم هذول كلهم قاعد يفوزون خمسينات لان كل يوميا قاعد يزون مسجات ومسجات كل يوم ومسجاتهم عاليه جدا خيي اوكي اقول لك مش هيب يعني لك خاطر كذي تطلع بسيارة تستانس ولا مالك بهالسوالف؟ والله ما عندي ليش، لو عندي ليش عادي حتى بسمعها الثاني وروح وين اروح؟ انا ماكو يعني عيدية من وتمسكك الدورية وتحطك بالمخبر ودق على ابوك خليه وادعي علينا وسكر البرنامج وسبتنا، ايش رايك؟ يعني ما تبي سيارة؟ اي والله ما ابيها ما تبي سيارة، عيال انا اقول لك يبي لك كذي ريفرش تنظيف بشره وكذي يعني تحس بجو حلو قبل العيد اذا وراك سفره فزت معاي تذكره من شرم الى كويت شرم كويت هذه هذه وين هذه صايره هذه؟ وين صايره هذه كويت شرم؟ هي قصدها هي قصدها تقول لك ان انت تاكل يعني من كويت شرم بكويت عرفت؟ بس هذا هو يعطيكم العافيه لا لا تعال ما خذيت جائزتك خذ جائزتك تعال قد غشمر لا تصدق منها حشوه هذه خذ جائزتك لا عندنا تذكره ترى لو عندنا كويت شرم كويت كان شفتني انا كل يوم طايره كويت شرم كويت دبي كويت كويت ما تشوفني ابو شيب لو في لو في لو في كويت شرم كويت كان تلاقيني الحين انا قاعد هناك قاعد اتشمس حتى لو برمضان وانا تلقاني بتخلج نعمه المهم فيس معي كابون صحي رجالي من بيوتك بقيمه 50 دينار حقك عليك. انت وفيس معي كابون تاجير سياره فخمه لمدة المدة يوم 175 تبي هالجائزة ولا تبي تليفون سامسونج؟ عطينا التليفون عطي التليفون عطي التليفون اوكي فيس معي تليفون سامسونج وكوبون صحي للنساء بقيمة 50 دينار من مركز سبا اند هيلث كل الشكر لهم واكيد ما ننسى بيوتي تك احلى تحية لهم كوبون صحي رجالي من بيوتي تك بقيمة 50 دينار شكرا لك ولهم عيال شكرا لاتصالك يا ابو شاب شكرا لاتصالك يا ابو شاب ناخذ اتصال ثاني منو معنا؟ انت ليش تقولي الحق حد هذا لا تقولي خلاص اعطي جهاز الو الو احنا قاعد نحش على الهواء الو ادري انا يعني ترى انا شو صايرين قاعد نحش على الهواء يعني ما حد يسمعنا الو هنا الو الو ثلاث الوات اربعة خمسة محمد شو كيدا ديالي قيلة كيدير 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 زين كشي بخير مروة كشي بخير حل جيلكم اوكي اسرار يعني. اسرار طبعا لا نبي نذكرهم اكيد بالتصويت زين 9-3-3-1-2 وعلى الوطنيه 5-1-1 لا 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 جبت العيد ما احط رقم تليفونك بعد احسن 1-5-2-1 على وطنيه على زين 9-3-3-1-2 على فيفا 5-0-1 الو مروه الو يا مروه الو مروه الو مروه الو ازيك يا مروه الو الو مروه الو مروه مروه احنا هني مروه ها الو الو مروه انت قاعد تسمعينا قصر التلفزيون وسمعينا عدل اي اي قاعد اسمع صدق قاعد تسمعينا؟ اي انا ما قاعد اسمعك ليش انت ما قاعد تسمعينا عدل؟ مروه الو الو مروه مروه قلتي 20 مره الو انت فايزه والله يا مروه صراحه تعبتيني انت وين قاعده بسرداب؟ لا بس تلفوني قطع تلفونك شكله يعني بطقه خلاص عنها بلاك بيرد والله لا تلفونك بطقه تلفونك بطقه مو كذي؟ ما ادري والله شوفي مسكي شوفي مسكي التلفون كذي مروه الحين وطقيه بالارض كذي وردي كلميني يمكن يصير زين طقيه بالطوف او راس احد يمك ما عندك احد يطقينه على راسه كذي بالتلفون يشتغل؟ الو الو مروه انت لا الو مروه انت متفطره اليوم؟ محمد حرام فوزي ما ادري مروه انت متفطره اليوم ولا لا؟ ايه شكلك والله شكلك مو متفطره يعني عدل المهم سمعي لا بس تليفوني تليفونك انزين يا الله انا بخاطري اقول لهم يعني سكون تليفوني ويردون يقول عليك لان انت صراحه يعني وايد وايد مشكله عندك التليفون صراحه بس على العموم على العموم مروه انا بلعب معاك وانت لازم تصحصحين لي صح عشان تفوزين صح جاهزه مروه؟ اي جاهزه يلا بعطيك اسامي ثلاث شوارع تعطيني